أثار اللاعب المصري أحمد حسام ميدو الجدل بعدما نشر صورة له وهو يؤدي مناسك العمرة وظهور وشم على كتفه وسماعات الأذن، وده خلى الناس تسأل عن حكم أداء العمرة ورسم الوشم على الجسد، وناس تانية استغربت من لبسه الشبشب وقالوا شبشب في الحرم، سماعة في الحرم، وشم في الحرم. رد ميدو قال عدم وجود آية في القرآن بتحرم ده، وقال كمان أنا مدلولي الأول والأخير لحرمانية أي شيء من المصحف، لا يوجد شيء حرمه الله ولم يحرمه في كتابه الكريم. بالنسبة للسماعة قال عشان أسمع الأدعية وأرددها في السعي والطواف. وجاء إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق مدافع عن ميدو قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار فوجئت بالهجوم على ميدو، إحنا ليه بقينا بنحاسب بعض؟ ربنا موجود هو اللي بيحاسب. وقال التعليقات اللي وجهت لزميله سخيفة، ودعا كل منتقد إلى محاسبة نفسه بدل الاهتمام بشؤون الناس، مكررا أن الحساب لله وحده. وأضاف متسائلا عن سبب فرح الجماهير بالنجم الألماني مسعود أوزيل لما راح العمرة والحج وفي جسده وشم برضه، وختم كلامه يعني أنا عامل تاتو، ما صليش ولا عمل عمرة ولا حج، ربنا اللي بيحاسب.